يقوم بعض المشايخ بوضع القرآن في الكمبيوتر العقل الإلكتروني بحجة إثبات أن القرآن منزل من عند الله، ويقولون إن كل شيء في القرآن يقسم على عدد 19، فهل يصح هذا العمل أم أنه من ضرب العبث؟ حفظه في الكمبيوتر لا بأس بحفظه، حفظ الأحاديث الصحيحة، لأن هذا من باب حفظ القرآن، حتى إذا أريد أخذ من أي محل ما يراد من الآيات التي يريدها أن يسمعها ويكتبها بعض الناس. هذا من الآيات التي أوجدها الله في آخر هذا الزمان، إذا اعتني بتسجيل القرآن فيه على وجه سليم ليس فيه لحن ولا غلط فلا بأس به، كما تسجل فيه السنة، تسجل فيه اللغة، تسجل فيه المقالات وغير ذلك من العلوم التي تنفع الناس، لا حرج في ذلك.